ما بين ميزان. عسلامة، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي تابعوا فينا على الباند اف ام 90.3. ما زلنا متواصلين معكم في مابيل ميزون بالستيل، كما حكينا في الحلقات السابقة على الستيل مينيماليست مودرن والستيل كونتمبوران اي اندستريال. اليوم الستيل متاعنا باش يكون ستيل سكانديناف، وبالطبيعة باش تكون حاضرة معنا أميرة الشعباني مهندس تصميم داخلي باش تزيد توضح لنا شنو هما الستيل هذوما ووقتاش نستعملوهم وكيفاش بالضبط ندخلوها التوش هذايا في دارنا. عسلامة. صباح الخير منك. الحمد لله. باهي الياس ما يقول برشا ستيل وكل شيء، احنا نقولوا له متابعونا في الحلقات السابقه، تنجم ترجعوا على الباج فيسبوك نتاعنا تلقاو لي فيديو. وديجا انت ديما تجيب لنا تصاور، معناها حكيت لنا على ستيل شنو ما هما بالضبط. اليوم الستيل اللي جبته هنا هو ستيل سكانديناف، شنو الفرق بينه وبين الستيل اللي قلت لنا عليه من قبل؟ هو شنو الفرق اللي فيه؟ معناه انه هو يلمهم الكل، معناه الحاجه اللي باهيه فيه ستيل هذاك عليها انا خليته وحده جبته اليوم باش نحكيو فيه، خاطر برشا عبيد في ديارهم عندهم منه معناها ستيل هذايا كلكو سوا في بوف والا في اليمون دو ديكوراسيون والا حتى في اباجور، مي هو ما يعرفوش. فهمتني؟ دونك يقول لك عجبني مثلا الاباجور هذيك نشريها نحطها في الصالون تاعي، مي ما يعرفش اللي هذيك راهي تبع ستيل سكانديناف ولا تبع ان ستيل فيهم. دونك هذيك علاش انا اليوم اخترت معناها الستيل السكانديناف اللي هو اصلا جاي من الشمال، من الدول الشماليه. اللي هو علاش خاطر ديما يتماشى برشا مع الناتور، مع لي موبل معناها ناخذوهم من الناتور كلكو سوا لي كولور لا لوميير كل شيء. فهمتني؟ كل شيء. ديجا انت جبت انا معاك زيد تصاور تنشوفوهم من بعد، معناها دخلت فيهم، دخل فيهم التوش نتاع البوا نتاع التوسكي بلانت نتاع حاجه فير هكا ولا هو الباز نتاعو؟ ديجا الباز نتاعو، الباز نتاعو انه هو من الناتور، معناها مستوحى من الناتور، مستوحى من الناتور. هذيك عليه ديما الاكثريه معناها نلقاه، يعني قلت لك في كلكو سوا في دارك كوجينه اي بلاصه حتى اون بلانت معناها حاطتها في بو نجم تكون داك البو هذيك راهي ستيل سكانديناف. فهمتني؟ دونك باش الناس الكل تولي من بعد بتصور ديجا تفهم وتعرف شنو على شنو نحكي انا بالضبط. دونك اليوم انا حبيت نفسر لهم شنو هو الستيل سكانديناف. ديما ديجا نشوفوا في التصاور، ميرسي امنا قاعد تعدينا فيهم. طبعا نحكيو عليهم الكل. دونك الستيل سكانديناف هو ستان ستيل استيتيكمون حاجه مزيانه، مي يتماشى اكثر مع البراتيك ومع الفونكسيوناليتي. معناها اي انسان نهار يخدم شي اثث في دارو، دونك ما يحب على حاجه براتيك ويحب على حاجه فونكسيونيل، ماذا بيه لو كان يمشي للستيل هذا اللي هو ستيل سكانديناف. علاش ستيل سامبل هو هكا ولا ستيل سامبل؟ انت ديما تقول لا سامبليسيتي في لا بوتي، هو ديجا تتماشى معاه برشا هذه على الاخر. وي سورتو حاجه اللي باهيه فيه انه ديما لي بوف والا لي زيليمون والا حاجه يبداو براتيك ويبداو مريحين، كلك سوا في القاعده، كلك سوا في التيسيو نتاعو، كلك سوا في البوا اللي يمشي يبدا فيه، والا حتى في الرونجمون. معناها تبدا الديزاين معناها نتاع ليليمون تعطينا ان فالور وتعطينا في نفس الوقت بعد الرونجمون كيفاش انت مش ديرونجي وهو ستيل هذا يجي في الدار الكل، معناها نقعوا في الكويزين في الصالون، معناها لازم اذا كان انت اخترت باش تعمل ستيل دونك تعمله في الدار كامله، ما تنجمش تعمل كل بارتي بالستيل نتاعها. بون كي تبدا معناها سيباري، نقصد ماشي محلول على بعضها، مثلا نجم نعملوا كل حاجه معناها من ستيل نتاعها والا دو بريفيرونس، معناها خلي فرضتي تروا ميلونج. ديجا قلنا عليهم احنا المره الاخرى، مي انا علاش اليوم حبيت نحكي عليه هو بالذات انه يتماشى مع كل شيء. معناها كلكو سوا المينيماليست والا المودرن والا كونتمبوران حتى الاندستريال، ديجا انت حتى كي مش تدخل ان اسباس مش تقول لي تيان هذا اندستري، لي تيان هذا كذا، هو لي العكس سكانديناف يلمهم الكل. يلمهم الكل، معناها انت تنجم تحط اون توش صغيره مع ستيل مودرن، مي في نفس الوقت هي ماهيش مودرن مي ستيل. خاطر كي حكينا المره اللي فاتت على ستيل مينيماليست قلت انت ماذا بيك يقعد في المينيماليست ما نزيدوه حد شيء هكا ولا معناها ما نزيدوه حد شيء واللي طون تاع نخليوه، معناها ما نزيدوه حد شيء نخليوه كيكا باش يظهر اللي هو ستيل هذا. ستيل توا سكانديناف يفرق شويه اللي انت معناها تنجم تدخل فيه اللي ديجا من ناتور هو مستوحى. هو شنو الباز نتاعو؟ البوا معناها والصوف البوا هذاك عليه يمشي شويه شتاء شتوي خريفي معناها. فهمتني؟ البوا والصوف تو سكي لي فورور الكل معناها دونك هاك تشوف تحسهم كلهم ماخذين من الناتور. فهمتني؟ لي بلونت كيف كيف يمشيوا معاه بالكدا حتى لي كولور. نشوفوا لي فوتو امنه حتى لي كولور زيدك تشوف الطون تاع لي كولور ديجا ماشيين مع المودرن اللي احنا قلنا قبل لي طون لي نوتر لي كولور نوتر تو سكي الديغراداسيون تاع البلون. دونك لهنا ما ندخلوش فيهم لي كولور
امشي نكمل لك يعني هو يمشي مع هذاك عليه فهمتي دونك يمشي مع السيل مودرن اللي هو يمشي مع لي كولور نوتر لي كولور ناتوريل كيف كيف يمشي مع لي كولور بروت زيد تنجم اللي هو يمشي شويه للستيل كونتمبورين يمشي مع لي كولور باستيل معناها بخاطر ديما نلقى وين بوف ولا فوتوي ولا حاجه تلقى كولور باستيل في وسط ان اسباس تلقى مثلا يا اما ماشي على البروت ولا ماشي على الفرنسي والكل دونك يشانجي لسباس الكل هذا تحسوا الستيل نتاعو لا فرنسي لا هو معناها تحسوا ميلانج هكا ولا لي كولور اللي ناخذوهم احنا من اللي من ناتور واللي ماتريو اللي ناخذوهم من ناتور يتمشيو برشا مع الستيل معناها المارون بالديغراداسيون تاعو الجون لو بلو معناها تلقى فيه اللي توش déjà une fois que les couleurs neutres les gris c'est d'ailleurs une valeur très ça manière très simple fin de votre classe kif kif le tant le blanc tant le pastel les couleurs brutes le marron les هو يرمزنا للبواه ديك الكل يمشي مع ستيل مع ستيل هذايا حاجه اخرى اللي هو في طبع الناتور اللي هي لا لوميير لي في الواحد في وديما فاز نتاع نكبروا شبابك لا هو يلا الواحد يمشيو اكثر مع لي سوسبوندو يعني الناتور اللوميير ناتوريل تساعدنا معناها في السين مهمة حتى اللوميير ارتيفيسيل زاد ماذا بينا لو كان يحب هذا تكون ديما موجوده على خاطر لي سوسبوندو اللي سور لي تابل اللي هما ديجا معناها لازمهم يكونوا في ستيل سكانديناف يعطيونا ان فالور للاسباس وللتابل هذيك كيف كيف لي زاباجور اللي يبداو على جنب لي لومبارد زاد لازمهم يكونوا معناها بجنب اون بوف ولا بجنب اون اليمون والكل تشانجي لنا الاسباس بالكدا و او ميم طون تحصلنا على لوميير ارتيفيسيل اللي احنا حاجتنا بها معناها في كلكو سوا في الشامبر ولا كويزين ولا في سالا مونجي سا ديبون معناها انت والاسباس نتاعك اللي موجودين فيه معناها والاسباس بس نحبوا نحطوا في الستيل هذا في الستيل هذاك كيف كيف حتى في الشامبرا كوشي هذا زي جيز قلت لك انا ديجا لي فورور حتى مثلا التيت دو لي ما عادش نولينا نعملوها كابيتوناج نعملوا فرش كامل اون بوا ولا نعملوها فوالا ديجا تشوف حتى من غير التيت دو لي جوست هذوما تحسهم في تونس يمشيوا لي ميزون دوت هكا ولا حتى ولينا اكثريه في لي سالون مثلا انا قلت لك انا برشا عباد يبدا عندهم في السالون تاعهم ولا في الكوجينه حتى لي شيز مثلا في سالا مونجي يبداو هما ستيل سكانديناف مي هما ما يعرفوش فهمتني لا فورم عنده اون فورم معناها لازم لي لين يبداو ابوري كيما نقولوا احنا مثلا ما فماش لي فورم كاري ولا ديما دي فورم سوبل تلقاه معناها فما فورم ارك ماشي حتى شونجون هكا كل موجه كل تمويجه هذيك الكل في وسط وحاجات فين تحسهم هكا في نفس الوقت فين وبراتيك معناها براتيك تحطهم في ان اسباس مش مثلا مش ياخذ لك اسباس كبير وماهوش مش يبدا شارجي برشا باللي كولور خاطر راني قلت لك على باز نتاعو هو لو بوا ونختاروا بعد الطون تاع لي كولور نتاعنا في تيسيو اللي نحبوا عليها احنا كلكو سوا باستي اللي هو الباز نتاعو والا البلون ديغراداسيون دو بلون والا نجمو شويه ندخلوا الكوير معناها ندخلوا الكوير نجمو معناها ندخلوا معاه في الاسباس هذايا المهم بالنسبه لل كيما نقولوا احنا في السول برشا عبيد مثلا تقول لك انا السول نتاعي ماربر والا كيف كيف راهو يمشي معاه يمشي معاه هو راهو ستيل وين تحطو يتحط معناها ما ودجا حتى الزرابي صوف معناها دجا هو معناها بلوس كي حتى كي تحط الزرابي صوف اما بيان سور الصوف لازم تختاروا شنو هو الكولور نتاع التابي بلون والنوار ولا غري معناها ما تاخذش شكل الوانك اللي ياسر زاهيه هكا ولا خاطر احنا في زرابينا العربي القراوه تلقى ياسر الوان هكا ولا صحيح عندنا انواع نتاع زرابي اللي يمشيو مع الستيل هذايا اللي معناها داوت كيما قلت انت في جوست النقشه كها ولا الكليم يمشي معاه بالكدا هكا الكلير اي كلير اي بيان سور اي نبعدوا على الكولور معناها فيف والكولور جست انا حاجه بركه اللي في السول مثلا اذا كان انت دارك ديجا معناها مخمه في ستيل مش تعملوا سكانديناف وانت مازلت ديجا ما عملتش السول ماذا بيك لو كان تلتجا للي الباركي باركي الباركي اللي يبدا بلونشي معناها يبدا على البلون والا حتى الفرنسي معناها لي كولور بروت والكل تنجم اما شنو اذا كان خدمت باللي كولور بروت ماذا بيك نجم نعملو باركي ولا حتى ايفي باركي هكا ولا مش بالضروره معناها هكا اي يا اما لي موكي المهم فما لي فيم تاع الباركي كيلكو سوا موكيت والا باركي فهمتني دونك ماذا بيك اذا كان تبدا عندك ان شانجمون معناها تاع دي كولور الفوق ماذا بيك تخدم على لي باركي اللي ستيل معناها بلونشي يبداو باردين اذا كان انت بديت من الاول بالسول وبعد مش تشري الموبل
دونك اختارت ان سول يبدا لي كولور بروت. ماذا بيك لو كان في لي موبل تخدم على الباستيل تخدم على النيود تخدم على لي كولور معناها اللي هما دو لا باز ناتوريل مي يبداو دي كولور كلير. كاو هذوما هما تاو بالنسبه للستيل هذا دونك ستيل سكانديناف. ديجا قلت فما برشا في ديارنا عندنا ستيل هذا وما نعرفوش معناها اللي هو ستيل سكانديناف سورتو تاو في المعارض وبرشا عباد تخدم بيها. علاش؟ على خاطرو استيتيك ما قلت لك حاجه مزيانه براتيك على الاخر وتلقى حتى كي تبدا عندك صغيرات ما تخافش معناها ديجا لي فورم نتاعها قلت انت ما ماهمش مذبين ولا حاجه باش نخافوا على صغيراتنا ولا حاجه هكا ولا معناها ما تخافش الفورم نتاعو الكل سوبر حتى في لي زيليمون معناها حتى لي زيليمون دو رانجمون تلقاهم كاري ولا حاجه مي في نفس الوقت على باز دو بوا والا ندخلوا شويه الميتال والا ندخلوا شويه الماربر معناها ما يقلقنيش فهمت. اما المهم تكون لاباز نتاعو سي لاباز ناتوريل معناها كلكو سوا في لي تيسو والا في لي موبل ولا في لي لوستر زاد في نفس الحكايه. هي اي حاجه راهو تبدا مستوحاه من الطبيعه راهي تبدا حاجه مزيانه بحق خاطر ناتور معناها هي ماشي لي بلانت لي بلانت بيان سور. انت ديما تاكد اميره على لي بلانت خاطر معناها الطبيعه حاجه خلقها ربي مزيانه معناها ناخذوها نحطوها اكيد مش تعطينا حاجة مزيانة ونستوحاو ديما لي كولور من الطبيعة هكا ولا. شكرا ليك أميرة على الإيضاحات هذه الكل. شكرا لكم أعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتبعوا فينا التصاور اللي جبتهم لنا أميرة وتلقاو الفيديو إن شاء الله بعد شوية على الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة فهم. كانت معكم أروى غيث كوتي ميكرو أمنا بوخيط في الإخراج التقني محمد قداح أمن لكم ديجيتال. ما بين ميزان.